إذا مشاهدينا نعود إليكم وإلى الزميلة سمية إبراهيم. زميلتنا سمية تحدثت أن راح تحكي عن الأطعمة اللي يجب تناولها بعد عمليات الخاصة بإنقاص الوزن. نتعرف على من يحتاج لعملية إنقاذ الوزن ومتى نلجأ لهذه العملية. الحين نادين يمكن وايد صاير هبة بالكويت أن أي واحد يمكن ما حاول ولا مرة بحياته يسوي دايت ووزنه عنده زيادة بالوزن فيقرر أنه الحل الوحيد أنه أروح أسوي تكميم. فهو التكميم فيه لها كريتيريا معينة، مو بالضروري التكميم، اللي هي عمليات السمنة. أنه إذا الناس مثلا كان تعاني من الوزن بفترة طويلة، في عندهم سمنة مفرطة، إحنا نقول مؤشر كتلة الجسم أكثر من 40 اللي هو معادلة الطول تقسيم الوزن بالمتر تربيع، يطلع لنا رقم. إذا كان 40 وفوق فإذا هذا الشخص يناسب أنه هو يسوي عمليات جراحة السمنة. الناس اللي سووا دايت وفشلوا كذا مرة، مو مرة واحدة، فيسوي دايت ينزل وزنه بعدين يرد يزيد، بعدين ينزل وزنه بعدين يزيد. الناس اللي عندهم مثلا الأمراض بدأت تطلع عليهم بسبب السمنة، مثل آلام بالمفاصل أو مثل السكر. يعني أنا أذكر مرة حالة بالمستشفى ما أنساها، شخص يمكن 33 سنة، من كثر ما السكر مسيطر عليه في خوف أن عينه تنعمي في أي لحظة. فهذا طبعا على طول ينصحونه يسوي عمليات السمنة لأنه ما هو قادر يسيطر عليها، وبالتالي صار خطر على صحته وعلى أعضاء جسمه تتأثر من مرض السكر. ففي هذيل الفئة من الناس اللي هم فعلا محتاجين يسوون عمليات اللي هو جراحة السمنة. لكن للأسف في ناس هني صاير فكرة صايرة هبة انه والله انا جربت دايت مرة ما لي خلق اسوي دايت، اذا انا ابي اسوي عملية تكميم. والأسف اللي قاعد يصير انه ممكن انا سمعت كذا حالة صارت، انه تروح عند الطبيب يقول لها انت وزنك غير قانوني ان انا اسوي لك عملية السمنة، لانه ما هو زايد بالحد اللي يسمح لي اني اسوي لك عملية، اذا روحي وزيدي لي 10 كيلو وتعالي. نعم. عشان نسوي لك حالات وايد حالات مرت علي بالعياده كان هذا السيناريو مالهم، ان انا والله وزني ما كان يسمح ان انا اسوي عمليات التكميم او السمنه، فاذا انا رحت زدت مثلا 10 كيلو. طبعا هذه احلى ايام حياتهم اللي هو يروحون يتريقون برا وفاست فود ودونات وجنك فود عشان يزيد وزنهم وبالتالي يسوون العمليه. فالناس المعينين اللي هم يحتاجون العمليه اللي انا ذكرتهم، في فريق متكامل محتاج انه يكون موجود حق اجراء العمليه، هو طبيب مختص في عمليات السمنة اللي هو يسوي التحاليل ويقيم الحالة للمريض، وطبعا الجراح في طبيب نفسي بالموضوع وأخصائي تغذية. ففي أشياء معينة لازم نسويها قبل العملية. أي شخص يبي يسوي عملية التكميم، يمكن غلط شائع قاعد نشوفه وايد بالكويت إن الواحد اليوم يروح عند طبيب بسوي العملية بعد أسبوعين موعدة. في أمريكا إحنا خذينا محاضرة من جتنا دكتورة من جامعة مينيسوتا، شفنا عندهم سنتر كامل في أمريكا شنو الإجراءات اللي قاعد يسوونها. وأنا أذكر كنت يمي مع زميلتنا وجد العثمان، كانت يمي في المحاضرة وذكرت حالة معينة إن يجهزونها حق عملية التكميم، خذت منها سنة ونص إجراءات تجهيز. سنة ونص لأن كانت وايد سمينة، سنة ونص تجهيز حق عملية السمنة. فأنا أذكر ردة الفعل الأولى إن أنا ووجد طلعنا بعض وضحكنا، إن يعني إحنا في مدة معينة سادة سمنة. هو مفروض طبعا سنة ونص كانت حالة طبعا شديدة، لكن نعم. بشكل عام تحتاج تقريبا 6 أشهر، 4 إلى 6 أشهر تحضير حق عمليات ما قبل التكميم. خلينا نحكي عن أهداف ما قبل العملية، شنو اللي بيتحضر قبل العملية. ليش أنا أحتاج هالست أشهر؟ 6 أشهر هذه تحتاج تتطلب تقريبا من 4 إلى 7 زيارات لأخصائي تغذية عشان نغير بعض السلوكيات ونقيم بعض الشغلات. من الأشياء المهمة لازم نسويه اللي هو تحليل دم لبعض الفيتامينات المهمة مثل فيتامين B12، فيتامين D، حمض الفوليك والحديد. فأي شخص عنده نقص في هذيل العناصر الأربعة لازم إن إحنا نعوضهم قبل ما يدش العملية، يكونون كلهم في المستوى الطبيعي، لأن أوردي بعد العملية راح يصير في نقص. فما يعني مفروض إن المريض ما يدش أوردي هو عنده نقص بالأمور هذه. لازم يكون في تحكم بالحالات المتعلقة بالتغذية، يعني مثل الأنيميا، مثل السكر، مثل الضغط، نحاول إن إحنا نضبطها قبل ما المريض يدش العملية إذا قدرنا. بعض الناس اللي وزنهم وايد زايد يصعب على الجراح إنه يسوي العملية، لأن تكون الكبد متضخمة، يكون عليها شحوم، فيصير صعب إن الجراح يسوي العملية، فيتطلب نزول 5 إلى 10% من وزنهم. حلو. فلازم شوي نزول وزنهم عشان يدخلون العملية، وقلنا تعديل النقص، ونعلمهم في تغيير بعض السلوكيات. الحين الناس عبالها إن بتسوي تكميم اليوم وبعد يمكن شهر شهرين تغير أكلها بعدين ترد على أكلها الطبيعي، شنو ما تاكل ما راح تمتن. للأسف هذه الصورة اللي موجودة اليوم، لكن في أشياء معينة لازم نعلمهم إياها هالست أشهر أو 4 أشهر قبل التكميم أو قبل عمليات السمنة. حلو. نعلمهم في تغيير بعض السلوكيات، يعني ما له داعي وجبات خفيفة، ما له داعي ناكل ونشرب. في قاعدة يسمونها 30 minutes rule، يعني 30 دقيقة قبل الأكل ما في شرب
و30 دقيقة وقت الأكل ما في شرب. حلو. وبعد الأكل 30 دقيقة ما في شرب. يفصلون يعني غلط نشرب وقت الأكل، نحن دائما متناول المي وقت الأكل. إيه هو حق الناس اللي مو حاطين بالهم يسوون عمليات السمنة ما في مشكلة إنه يشربون مع الأكل. حلو. مثلا لبن أو مي، بس الناس اللي بيسوون العملية هذه لأن بعدها ما يقدرون يدخلون كميات كبيرة من الأكل. حلو. فيعلمونهم الـ 30 minutes rule يسوونها قبل العملية. حلو. عندي سؤال بس، أنا يعني اللي أعرفه أن هناك خطوات أو التزام بالأكل أو التزام نظام غذائي معين ما بعد العملية، أول مرة ندري فيه شيء قبل العملية. هذه مو مسؤولية الطبيب نفسه ولا الأطباء عندنا خلاص مثلاً؟ طيب نتكلم. أنا أقول لك بصراحة في بعض الأطباء يسوون الإجراءات هذه، وفي بعضهم يمكن يسوونها لمدة أسبوع أو أسبوعين التغييرات هذه، والمريض المشكلة إنه ما يكون عنده دراية. فكرة كاملة عن شنو اللي أنا مطلوب إنه أسويه قبل، أو حتى ما يكون عنده فكرة عن أبعاد العملية أو شنو مطلوب. مثلاً وايد مراجعين يجون ما يكونون على اللي هو الفيتامينات أو السبلمنت المهمة مثل بي 12 مثل الحمض الفوليك اللي هو الفيتامينات اليومية لازم يأخذونها بعد عمليات السمنة. نعم. تلاقين واحد خذاها بعد 6 أشهر من العملية أو سنة بعدين وقفها. طبعا هذه غلط. من انت تسوي عملية فانت محتاج تكون عليها مدى الحياة، لان الامتصاص عندك كان صار جدا قليل. نعم. ما قاعد يمتص. سمية، ارتباط البروتين ايضا قبل العملية. بالضبط. يقال بانه يجب ان نتناول البروتين قبل العملية، وايضا يجب تناول كميات من السوائل. بالضبط صحيح. فهو الحين نحتاج تقريبا لتر ونص من الماء قبل العملية، وبعد العملية طبعا بعد ما يصير الواحد يقدر يشرب الكمية هذه. وجود البروتين جدا مهم، عشان كذي هم من الاشياء. شو السبب؟ اللي احنا لانه هو اوريدي امتصاصه راح يكون مو نفس قبل، فانا ما راح ادش اسوي العمليه وانا اوريدي البروتين ناقص عندي بروتين او مو قاعد اكله بكميات وفيره. فمن الاشياء اللي احنا نعلمها حق المراجعين قبل العمليه انه لازم يكون في بروتين مع كل وجبه، مع الفطور مع الغداء ومع العشاء. السوائل اللي هي عاليه بالسكريات لازم توقف تماما، فاي سكريات حتى الكافيين والمشروبات الغازيه هذه كلها لازم توقف قبل العمليه، مجرد ان احنا نحاول نعدل السلوك عشان يتاقلم الواحد على النظام الغذائي ويقدر يستمر فيه بعد العمليه. يعني مو بيوم وليله كان يعني حتى المشروبات الغازيه يجب ان نبعد عنها. اي فالمشروبات الغازيه الاشياء اللي فيها كافيين لانها تسبب جفاف وتسوي رقعه، اوريدي المرضى ممكن يكون عندهم رقعه بالقلب بعد العمليه، فعشان نقلل من الامور هذه نمنعهم من المشروبات الغازيه والكافيين. للاسف انا متاكده انه الكثير من الناس اللي اجروا هذه العمليه ما عندهم اي معلومات عن هذا الموضوع، وخاصه موضوع حتى الطبيب لم ينصحهم بهذه الامور. ممكن أقول أنا عشان كذي أنا اللي فاهمه وعارفه أن الأهداف اللي قبل العملية، لا أعرف نظام غذائي ما بعد العملية. صحيح. فهذا لأن بعد العملية يعني واحد أكيد ما راح يقدر يأكل أكل عادي، فهو معروف شنو راح يقدر يأكل بعد. نعم. العملية، لكن اللي هو تحضيرات ما قبل العملية هذه للأسف قاعد تنقصنا هني، وفي مستشفيات بالكويت قاعد يسوونها وعندهم. نعم. الوعي حق مرضاهم، وللأسف في أماكن ثانية محتاجة إنها نشدد على هالنقطة هذه اللي هو الوعي ما قبل العملية. حلو. سمية، ذكرتي قبل قليل إنه يجب إنقاص الوزن قبل العملية، قد نسبة إنقاص الوزن؟ يعني من 5% إلى 10% من وزن الجسم. من 5 يعني إلى 10 وزن 100 كيلو 95 أو 90. فهذا النزول الحين المريضة اللي قلت لك عنها سنة ونص لأن كان عندها سمنة وايد مفرطة، وما راح يقدرون الدكاترة إنه يسوون يجرون العملية إلا إذا نزلت شوية يكون حجم الكبد كبير يمنعهم من أنهم يسوون احنا العملية. احنا نتوقف وياك أستاذة سمية مع هذا الاتصال والمداخلة الهاتفية من الأستاذ حمد مدوح. صباحك الله بالخير. صباح الخير. هلا والله. هلا والله. هلا استاذ. هلا والله. الاستاذه سميه الابراهيم اخصائيه تغذيه، وموضوعنا اليوم وايد مهم. انا راح انقل الاستاذه سميه السؤال لانه ما عندها اي اف في. تسمعك؟ تفضل. تفضل. هلا استاذه نادين. هلا استاذه سميه. وهلا استاذ محمد. تفضل. لا بس سؤال بسيط، ان صديقي العزيز اجرى عمليه في السمنه، لكن لاحظ بعد فتره انه ينزل عنده السكر. نعم. وأنا أسمع الأستاذة سمية تقول إنه يعني المشروبات الغازية والأكل الحلو يبتعد عنه. صحيح. فشنو أسباب نزول هذا السكر وكيف يقدر يتخلص أو يعالج على فترات بسيطة؟ أوكي تمام. أوكي إن شاء الله. وبعدين سؤال ثاني إذا تسمحي الأستاذة سمية. تفضل. إنه تقول إن الواحد يحاول ينقص وزنه قبل ما يجري العملية. صحيح. فأنا أقول إذا قدر إنسان ينقص وزنه يا ريت يستمر، بس أنا قصدي شلون يقدر ينقص وزنه سرعة إذا كان وده يجي العملية خلال فترة كبيرة.
صحيح. يعني الأسئلة اللي اتخذها. وشكرا الشكر يعطيك العافية. طبعا كان سؤاله عن أسباب نزول السكر. صح، فأسباب نزول السكر يمكن هذه من الأعراض اللي وايد الناس تصيبهم بعد عمليات اللي هي عمليات السمنة. السبب أنه هو لما أنا أشرب مشروبات مثلا عالية بالسكريات أو مثلا أكل أي أكل امتصاص السكر فيه سريع، يروح بسرعة على الأمعاء، مو قبل كان يأخذ وقته بالمعدة بعدين ينزل على الأمعاء. وجوده على الأمعاء هذا كمية السكر السريعة اللي دشت في الأمعاء تسبب إفراز سريع لنسبة الإنسولين، فإفراز سريع للإنسولين يؤدي إلى هبوط سكر الدم. وبالفعل ممكن بعد الوجبة تقريبا بعدها بساعة أو بساعتين تحسين إن طلعت على الشخص مع أنه غير مصاب بالسكر ولا يأخذ إنسولين، بدت عليه أعراض الهبوط اللي هو الرقعة والرجفة والتعب والجوع الشديد. ممكن فعلا يقيس السكر يلاقيه 3.5 أو 3 اللي هو سببه إنه هو عمليات السمنة. هذول الناس إحنا ننصحهم إنه ما يشربون الأكل أو المشروبات اللي هي عالية بالسكريات، يوخرون عن الأكل اللي هو إحنا نسميه ريفايند كربوهيدرات أو كربوهيدرات سريعة الامتصاص عشان ما تسبب ارتفاع سريع بالإنسولين، فيكون وجباتهم مصاحبة للبروتين وفي لها الياف. ومن هنا تجي عمليه التثقيف ما قبل العمليه، لما انا اعودهم ان هم يوخرون عن الاكلات هذه راح يتجنبون انه هو يصير في الهبوط. وهم هذه شغله تحفيزيه حقهم، لان لو هم كلوا اي شيء مثل غشوا خنقون بالنظام، خذوا مشروبات غازيه او عصائر او كربوهيدرات سريعه الامتصاص، راح يروحوشهم هبوط بعد ممكن بعد ساعه او بعد ساعتين من الوجبه. فلازم يتلزمون بوجبات صحيه يكون الكربوهيدرات فيها قليله. ذكر هم نقطة وايد مهمة، إذا هو شلون بينزل وزنه بصورة سريعة قبل، فهو هذا هني يجي دور أخصائي تغذية. إحنا ليش قاعد نقول 6 أشهر أو 4 إلى 7 زيارات لأخصائي تغذية قبل العملية عشان نوصل حق الهدف هذا. زائد هو المريض غالبا راح نحطه في سعرات حرارية قليلة، وخاصة قبل العملية، يعني قبل العملية بأسبوع أو أسبوعين ممكن المريض يكون على أو الشخص يكون على نظام سوائل في 800 سعرة حرارية فقط. الفترة هذه راح يكون فيها نزول سريع للوزن، فاستعدادا حق العملية. يمكن بالكويت أنا شفت بعض المستشفيات 3 أيام أو 4 أيام قاعد يسوونه، يعني لا بأس إنه يحطون المريض على نظام سوائل، لكن في المعهد اللي قلت لكم عنه في أمريكا ممكن يخسر وزن بثلاث أيام على سوائل، يعني ممكن ينزل 3 كيلو، ممكن ينزل 3 أيام ممكن ينزل كيلو. بس إحنا إذا بتكلم عن أسبوعين السنتر في مينيسوتا أكيد راح يكون الوزن كبير، غير الوزن اللي هم كانوا قاعد يحاولون يتبعونه خلال 6 أشهر أو 4 أشهر قبل العملية. خلينا نتكلم عن بعد العملية. طبعا بعد العملية بعد ما أنا أسوي عمليتي بعدها ب24 ساعة ما يكون في أكل، بعدين يشربون المريض شوية ماء عشان يتأكدون أن المسار موجود في المعدة وما في ليكج أو أنه ما في تسرب للأكل من المعدة أو من الأمعاء. يبدون بعد ال24 ساعة بنظام السوائل، إحنا نسميه الكلير فلويد دايت. كلير فلويد يعني أي شيء سائل أنا ممكن أشوف من وراء، يعني ما يكون في شوائب. فممكن عصير التفاح المصفى او عصير البرتقال المصفى او الاناناس المصفى، هني ممكن في ماي شوربه او ماي الدياي المنقوع. صحيح. فاي شيء اللي هو يكون سوائل خالي من الشوائب هذا الممكن واحد يستمر عليه لمده 4 أيام إلى أسبوع بعد العمليه. من بعدها اللي هو من الاسبوع كلش ماكو اكل، ما في اكل، ما تتحمل المعده انهم ياخذون، وهذه الكميه اللي قاعد اتكلم عنها حتى ما بيشعروا بالجوع. هن ما بيشعروا بالجوع. ايه هو الحين اللي صار انه خلينا نتكلم عن التكميم، 80% من المعده راحت، فضل 20%، 80% منها راحت وراحت معاها الخلايا اللي تحسس الشخص بالجوع او الهرمونات اللي ممكن تسبب الجوع راحت منها، وبالتالي حتى شعور الجوع يقل بعد عمليات اللي هو جراحه السمنه. بعد الاسبوع الاول اللي هو من الاسبوع الثاني الى 4 أسابيع اللي هو تقريبا الشهر يبدي المريض ياكل الاكل المهروس موجود احنا هني. هم هذا طبعا هذا مو عدس، العدس يعني ممكن 3 أسابيع على الاكل المهروس. اي على الأكل المهروس اللي هو هنا عندنا شورب اللي هو خلاصة شوربة ومنقوع الدياي مع مثلا خضار كوسة وبروكلي بطاط كله مهروس، هذه تعتبر وجبة متكاملة. شوي شوي ممكن يتدرج انه هو ياخذ الرز حتى بالطريقة هذه. اللحم لو تشوفونه، الدياي لو يبين هم معانا هني كله يكون بصورة مهروسة، حتى الخضار اللي حاطينها تكون متقصصة بهالطريقة، يعني كل شيء صغار وانه يكون سهل ان المعدة ممكن انها تاخذه. فهذا ممكن يستمر عليه المريض
شهر كامل انه ياخذ الكميه هذه. احنا عاده نقول ان الكوب يكون ربع كوب من الرز او ربع كوب من الخضار المسلوقه اللي احنا نسويها خلال الشهر. حلوة. بعد الشهر هذه ممكن نتدرج من نص كوب الى كوب كامل. نحرص على انه هو ال 30 minutes rule اللي تكلمت عنها، انه هو ما نخلط السوائل مع الاكل، على الاقل ساعه ونص فتره قبل الاكل الى بعد الاكل ما فيها سوائل، فيكون سوائل مفرقه عن الوجبه الرئيسيه. هل في أكل ممنوع منعا باتا؟ التوابل مثلا أو الاكل الحار مثلا، الحليب اللي ممكن يسبب غازات حق المريض نفسه، البقوليات ممكن تسبب انتفاخات. هذا بس اول فترة. شربت العدس، لا هذه مو عدس، اي فاللون هذا لون الجزر اللي معه. فالاشياء اللي ممكن تاذي المعده او تسبب انتفاخات نحاول ان نوخر منها. لو تشوفين هني الخيار مقشر، لان حتى ممكن القشره تأثر على المريض، ممكن تسوي فتره هذا الاكل كله المهروس لمتى؟ هذا ممكن يستمر الى شهر كامل. بعد الشهر، هو خلال الشهر هذا خلينا نقول بعد اسبوعين بدا يحس ان معدته تتحمل. طبعا هنا كله يعتمد على المريض، اذا حس انه بعد اسبوعين معدته بدات تتحمل ممكن يدخل اكل عادي بكميات قليله، لكن هو المعروف انه تقريبا شهر يظلون على الاكل هذا. بعد الشهر يبدا يدش الاكل العادي والكميات شوي شوي تبدا تزيد. طبعا الفتره هذه وايد مهم ان الواحد ياخذ بروتين مع كل وجبه عشان ما يكون في عنده البروتين قل في جسمه. بعض الناس ممكن يحتاجون بروتين شيك اللي هو السبلمنت او البودرة البروتين، ممكن انهم ياخذونها مع كل وجبة اذا كان اكلهم مو كافي بالبروتينات. ممكن الحلو انهم ياخذون كاسترد او جيلي. طبعا مشكلة الجيلي والكاسترد انه ممكن تسبب اللي احنا قلنا عنه اللي هو الهبوط بعد الوجبة، لكن لما انا اكل سكريات واصطحب معاها الياف او بروتينات يكون امتصاص السكريات اقل في الجسم، فما يسبب لي او ما تكون فرصة ان انا اصاب بالهبوط كبيرة بعد الوجبة هذه. في امور معينة تصير بعد او انه لازم نتكلم عنها بعد العملية، اللي هو المرأة اللي في سن الانجاب. فأي وحدة تفكر ان احنا تجيب اولادها، هي عارفة ان فترة بعد العملية على الاقل سنة مفروض ان هي ما يكون في حمل، لان هي اوريدي جسمها قاعد ينقص المعادن والفيتامينات اللازمه، والجسم مو مهيئ انه يستحمل طفل في احشاء الام، وبالتالي تغذيه اضافيه واكل زياده الام اصلا ما تقدر تاكل بعد عمليه التكميم. في حاله صار في حامل، وطبعا وايد بنات يمكن تشوفين صار فيهم ذعر وخوف ان هي حملت بعد التكميم، بعد 3 أشهر من تكميم او 4 أشهر من تكميم، تراجع ان طبيبها، لان المدعمات او السبلمنت اللي قاعد نعطيها اياها تحتوي على فيتامين ألف. طبعا في كل الفيتامينات اللي هي تحتاجها بعد التكميم، لكن تحتوي على فيتامين ألف اللي هو ممكن يسبب تشوهات للجنين. فأي إذا حصل حمل بعد عمليات التكميم، مو قاعد أتكلم بعد سنة، خلينا نقول حتى لو بعد أكثر من سنة، لازم على طول أن السيدة تراجع طبيبتها عشان تغير لها الفيتامينات اللي هي تبي تاخذها. حتى لو كانت عدت سنة مثلا وصار في قرار أن هي تبي تحمل، هم لازم تعدل من الفيتامينات عشان تشيل فيتامين A وتركز أكثر على حمض الفوليك في هذه الفترة. حلو. والموز؟ الموز طبعا هي الموز من الفواكه اللي هي تعتبر مهروسه، خلينا نقول يعني احنا لما انت تاكلها مو مثل التفاح انها تحتاج فتره في الهضم مثلا، فهي حتى لو نهرسها تعتبر من الاكل اللي يحتاجه المريض اللي هو اللي مسوي او الشخص اللي مسوي تكميم. نحاول احنا الاشخاص اللي مسوين عمليات السمنه ان ياكلون 5 حصص من الفواكه والخضار يوميا خلال اليوم. ويمكن وايد مهم ان الناس يتابعونها مع اخصائي تغذيه بعد العمليه. هو وايد الناس عبارة من العملية سحر، خلاص من أسوي أنا العملية إذا أنا وزني راح ينزل، ومو مهم مثلا أكلي شنو أكل، بس مهم جدا. 5 حصص من الفاكهة فيها سكر، ما ممكن أيضا تسبب نفس الأمر أنه تعمل هبوط بالسكر؟ الحين إذا شربت عصيرها راح يصير اللي ممكن أنه تسبب لي الهبوط. طبعا مو كل الناس عندهم مسألة الهبوط هذه، بعضهم فعلا يكون عندهم مسألة هبوط السكر، لكن لما أنا أكل الفاكهة كاملة لأن فيها ألياف امتصاصها بالجسم يكون أبطأ. بس لما أنا أعصرها مثلا البرتقال إذا عصرته أو التفاحة نفسها، أكون أنا أتخلص من الألياف، أو حتى لو حطيتها كاملة كسرتها خليتها على هيئة أبسط من الكربوهيدرات، إذا صار امتصاصها سريع، إذا صار في إفراز أنسولين سريع، وبالتالي فرصة أكثر لهبوط سكر الدم. نعم.
عندي سؤال أخير. أحياناً بنشوف كتير محمد يمكن عنا حتى أصدقاء عملوا عملية المعدة ولكن فشلوا، بنلاقيهم رجعوا الوزن بعد فترة. بالضبط. شو السبب سمية؟ كثرة الأكل أو ماذا؟ ممكن إنه يكون ما يلتزمون بالأكل. أنا مرت علي بعض الحالات ما تقدر تاكل، للحين ما وصلت اللي هو الدايت اللي تقدر تاكل رجل الدايت، فكانت تجيب البرد وكانت تحط تسوي مثل ميلك شيك وتشربها. يعني إحنا بالنهاية مشروبات، المشروبات ما بعد التكميم وقبل التكميم إن نحاول الواحد نجهز يسوي عمليات تكميمية، مفروض ما تتعدى 10 سعرات حرارية. أي مشروبات هو يشربها مفروض ما تتعدى 10 سعرات حرارية. فأنا لما أتكلم عن برد وأشربها، فشوفي كمية السعرات المهولة اللي أنا حطيتها في الشراب مالي. الناس اللي ممكن يصابون في زيادة الوزن بعد عمليات السمنة، ممكن نحطهم على نظام السوائل يكون عالي بالبروتينات، البروتين شيك في الثلاث وجبات، طبعا يكون تحت إشراف أخصائي تغذية مختص وممكن هم طبيب عشان نحاول نرد الوزن مثل يعني ما زاد. يعني لازم متابعة الحالة مع طبيب مختص أو أخصائي تغذية. بالضبط. يعني أنا بس الرسالة اللي بوصلها إن ترى تكميم عمليات السمنة مو سحر، يعني مو بس إذا أنتوا سويتوها خلاص راح. في ناس ممكن فعلا يضعفون أكثر مما هم يتوقعون، وفي ناس لا يعني يضعفون لحد معين وبعدين يوقفون بسبب نمط الأكل اللي هو قاعد يأكله. نعم. إذن إلى هنا نصل إلى ختام البرنامج. سمية شكرا لك على حضورك معنا وعلى هذه المعلومات القيمة. شكرا. طبعا يعني لازم في شغلات مهمة قبل العملية اللي هي أهداف لازم تسوونها، وطبعا شغلات لازم تسوونها قبل العملية وأيضا بعد العملية، ولكن كل هذا ما بين هذا وهذا والعملية متابعة أخصائي تغذية والطبيب المختص. عندنا خبر ندين أن الفنان مطرف المطرف راح يسوي اليوم حفل مختص بأغاني والده رحمة الله عليه الفنان يوسف المطرف في دار الآثار الإسلامية في المستشفى الأمريكاني الساعة 7 اليوم الليل، والدعوة عامة للكل اللي حاب يستمتع بهذا الفنان الجميل والشاب يطرف المطرف، يتواجد الساعة 7 في المستشفى الأمريكاني. ونذكر المشاهدين أنه الفرقة اللي راح تعزف معه هي نفس الفرقة اللي عزفت مع والده. نعم. وصلنا إلى ختام حلقتنا لبرنامج صباح الخير يا كويت. مشاهدينا نلقاكم في حلقة قريبة إن شاء الله. كل الحب والتحايا، إلى اللقاء في الغد حلقة أخرى من برنامج صباح الخير يا كويت. إلى اللقاء يا أحلى مشاهدين.